مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها دعوة الانقلابيين لمجلس النواب للانعقاد في ظل سعيهم لإعادة تشكيل هيئتهم السياسية الحاكمة في صنعاء. على تخوم صنعاء وفي داخلها تدور معركتان من نوع مختلف لكنها في سياق واحد، ففي حين صارت تسمع أصوات قذائف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أطراف صنعاء، عاد حلف الانقلابيين لنقطة البداية باحثين عن شرعية لانقلابهم عن طريق إعادة تشكيل هيئتهم السياسية ودعوة مجلس النواب للانعقاد. الدعوة التي لاقت رفضا قاطعا من قبل الحكومة الشرعية ومن الدول الراعية لعملية السلام في اليمن باعتبارها عرقلة واضحة لمحادثات السلام، يبدو أنها أصبحت خطوة في الوقت الضائع بالنظر إلى عدد من الوقائع بينها واقع مجلس النواب نفسه الذي بات غير قادر على تحقيق نصابه القانوني لدعم هذه الخطوة غير القانونية. ما إمكانية انعقاد مجلس النواب وما تأثير مثل هذه الخطوة على المشهد بشكل عام، وكيف ستتعامل الحكومة مع هذه الإجراءات؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا لهذا المساء من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. بعد تشكيلهم ما سمي بالمجلس السياسي، ها هو تحالف الانقلاب يقدم على خطوة أخرى مخالفة لجميع القوانين بدعوته لانعقاد أول جلسة للبرلمان من جانب أحادي، وعلى ذات طريق محاولة إضفاء شرعية لمن لا يملكها، ها هم من جديد يعملون على الزج بمجلس النواب في ممارسات خارج إطار الدستور، كما أكد ذلك بيان للكتل البرلمانية اليمنية. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن انعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما. وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد، ورأى الاجتماع أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي. فيما أكد السفير الأمريكي ماثيو تولر أن قرار إعادة جلسات البرلمان خطوة مخالفة للقرارات الدولية ولا تتوافق مع متطلبات السلام وتتناقض مع المرجعيات المتمثلة بقرارات مجلس الأمن، وباعتبار أن انعقاد أي جلسة في ظل سلطة الأمر الواقع لن يكون إلا محاولة أخرى لشرعنة الانقلاب. قالت الأحزاب السياسية اليمنية في بيان لها أن أي خطوة في هذا الصدد لن تكون سوى إحدى أدوات هيئات الانقلاب. تتسارع خطوات الجماعة الانقلابية في طريق محاولة خلق بيئة لإعادة تموضعها وترسيخ المفاعل المؤسساتية لانقلابها الثاني، فيما تتسارع في المقابل احتمالات الحسم العسكري للسلطة الشرعية والاقتراب من العاصمة صنعاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة من شيفيلد بالمملكة المتحدة مع رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان المنتهية ولايته ورئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور رعي دروس النقيب. مساء الخير دكتور. مساء النور والعافية، يا مرحبا. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني إذا تحدثنا في البداية مشروعة انعقاد المجلس في هذه اللحظة، مشروعية انعقاد المجلس في هذه اللحظة، نعم، يعني هو الحقيقة لو نأخذها نحن من زاوية شرعية مجلس النواب، مجلس النواب هو منتهي الشرعية في 2011 باعتبار السنتين اللتين أضيفتا لها بالبرلمان، فبعد 2011 يعني حتى وبدون الثورة الشبابية وبدون ما جرى في الأمور وبدون المبادرة الخليجية وبدون قرار مجلس الأمن وبدون كل هذه التحولات، المجلس نفسه لم يعد شرعيا. لكن اليوم عندما يجري الدعوة لعقد مجلس النواب واتخاذ إجراءات من طرف غير شرعي، من هي الجهة التي منطقيا نحن نعرف في لائحة مجلس النواب الدعوة لمجلس العقد مجلس النواب تأتي بناء على طلب ثلثي الأعضاء، دعوة رئيس الجمهورية، دعوة هيئة الرئاسة. لا يوجد هيئة رئاسة، يوجد واحد لا هو رئيس ولا هو يعني هو رئيس البرلمان المرتهي ولايته، نعم، أعضاء هيئة الرئاسة مشتتون،
الأعضاء لم يتوجه أحد من الأعضاء بدعوة، رئيس الجمهورية لم يدعو للاجتماع البرلمان. إذن من يدعو هذا البرلمان؟ هذا فقط من الناحية الشكلية جدا. نعم، الشكلية جدا المتصلة بمن يدعو إلى الاجتماع. إذن الاجتماع مجرد الدعوة، لا هي دعوة غير شرعية لأنها من طرف غير شرعي. نعم. طيب دكتور، إذا ما نعم دكتور طبعا. إذا ما حدث واجتمع من دعاهم الانقلابيون من يعني التابعين للرئيس المخلوع من ميليشيا الحوثي، وكان هناك مثلا العدد الكافي، كيف ستكون القرارات التي سيقومون بها؟ طبعا هذا ما تطرحه انت هو فرضيه، يعني هو فرضيه. نعم، هو فرضيه. نعم، مقوماته غير موجوده على ارض الواقع. يعني اليوم سرب، بعدين لاحظوا للأسف الشديد نحن حتى بما في ذلك نحن الذين ندعي أننا سياسيين نقع ضحية الصخب السياسي المفتعل الذي سماها الدكتور ياسين سعيد نعمان الفهلوة السياسية. يعني يرمون فقاعة ويدعونا ننشغل بها وينسوا المواطنين همومهم ومعاناتهم وآلامهم. لا يوجد مشروعية ولا نعم دكتور، لكن هذه الفقاعة الموارد. نعم دكتور، البعض يقول بأنها ربما هناك ضوء أخضر دولي لتشكيل هذا المجلس، وبصورة أو بأخرى سيتم التعامل معه على الأقل من بعض الدول في المجتمع الدولي إن صح التعبير كما يقولون. لا شك أن هناك من يرغب في إطالة عمر الأزمة ومستغلا بعض الظروف بما في هذا للأسف الشديد سوء أداء السلطة الشرعية للأسف الشديد، وهذا ممكن نتكلم منه في سياق آخر يعني، وأنا تكلمت فيه مرتين في عدة مجموعة مقالات يعني لاقيت على هجوم كبير من أنصار الرئيس، لكن ده مش موضوعنا. سأشير لك أنه اليوم جرى تنزيل تسريب منشور بأسماء الذين سيحضروا من غرائب الأسماء التي ظهرت اسم المرحومة الدكتورة أوراق سلطان الناجي. نعم. اسم المرحوم حمود عاطف. نعم. اسم الزميل محمد الحميري المتواجد في الرياض في صف كتلة المؤتمر المناصر للرئيس عبد الرب منصور. نعم. اسم صالح بن فريد العولقي الذي يقود جبهة قتالية في جبهة شبوة في مواجهة الانقلاب الحوثي وهو موجود في شبوة. يعني هناك سخرية بعقلية المشاهد أو المتلقي أو المواطن اليمني والعربي. لا توجد إمكانية لا لوجستية ولا مادية لعقد اجتماع وحضور أغلبية. نعم. من سيحضرون؟ يعني أنا عملت إحصاء بالقادرين على الحضور من أنصار الرئيس علي عبد الله صالح لم يكتمل العدد إلى 80 عضوا من أنصار الرئيس علي عبد الله صالح. نعم. بقية الأعضاء أكثر من 200 عضو هم أما نازحين خارج البلاد، وأنا أتحدث عن كتلة المؤتمر الشعبي العام فقط، هم يعني أكثر من 150 عضو طبعا غير أعضاء كتلة المعارضة الـ50 الأخرين. نعم. هم أما مناصرين للرئيس عبد الرب منصور هادي نازحين في الخارج ولم يعلنوا موقف لا مع الرئيس ولا مع الانقلاب، منقطعين في محافظاتهم، مسافرين للعلاج أو متوفين. نعم. الثمانين المتبقية الذين تقريبا يعني حصرتهم وأحصيتهم، هؤلاء جزء كبير منهم لم يعرف أين موجودين، جزء كبير منهم مترددين حتى في تأييد الانقلاب رغم أنهم معروف عنهم أنصار للرئيس علي عبد الله صالح الرئيس السابق. نعم. جزء كبير منتظرين من ينتصر ومن يهزم ليؤيدوا المنتصر. نعم. إذن يعني لا توجد إمكانية لوجستية، لكن منطقيا حتى لو عقد الاجتماع وأقر أي حاجة فهو اجتماع غير شرعي وهو خارج سياق التاريخ. نعم دكتور. طيب دكتور، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. ربما الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي يقول بأن ما يقوم بها الانقلابيون عبارة عن فرقعة سياسية حتى لو اجتمعوا لا شرعية لهم، هل فعلا هي عبارة عن فرقعة سياسية لن تقدم ولن تؤخر؟ مساء الخير وتحية للدكتور عيدروس.
أهلا يعتمد على ما هي القرارات التي سيتخذها البرلمان. في حال انعقاد البرلمان، الانعقاد شرعي من إذا اكتمل النصاب، لكن القرارات التي ستتخذ في حال اتخذ البرلمان قرار بقبول استقالة الرئيس سيكون قرار غير شرعي، لأنه أولا الرئيس قد سحب استقالته وعدل عن الاستقالة، والموضوع هذا له أكثر من سنة وستة أشهر. أما الأمر الآخر والذي قيل بأن البرلمان سيعطي الشرعية للمجلس السياسي، فهذا أمر غير شرعي وليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، لأن مجلس النواب لا يستطيع أن يشكل هيئة وأن يفوض هيئة غير دستورية ويمنحها أي سلطة، وبالتالي هذا العمل من قبل البرلمان سيكون خيانة للقسم وجريمة يحاسب عليها أعضاء مجلس النواب، لأنه هم أقسموا بالحفاظ على الدستور، والدستور لا يوجد فيه شيء اسمه مجلس سياسي. المجلس السياسي هو مظهر من مظاهر الانقلاب على الدستور وعلى الدولة اليمنية، وبالتالي الإقرار بالانقلاب تعد جريمة. نعم. إن قام البرلمان بمثل هذه الخطوة، وبالتالي المشكلة ليست في الانعقاد، إذا انعقد بالنصاب يعتبر انعقاد جلسة عادية، ولكن ما هي القرارات التي سيتخذها إن انعقد فقط لمجرد مناقشة جدول أعمال أو قضية عادية؟ في هذه الحالة هذا الأمر ليس هناك مشكلة، ولكن إن انعقد واتخذ إجراءات غير دستورية فتعتبر باطلة وليس لها أي أهمية. طيب عبد الناصر، إذا ما انعقد هذا المجلس بالانقلابيين وكان لهم مساندة ودعم من الأعضاء التابعين لحزب المخلوع، هل باعتقادك سيتعامل المجتمع الدولي بصورة ما معهم ومع قراراتهم؟ لا، المجتمع الدولي واضح، العملية في الشأن اليمني واضحة جدا، هناك سلطة شرعية يعترف بها العالم، لا يمكن لأي دولة أن تعترف إلا الدولة كإيران أو غير إيران من يدور في فلكها، ولكن حتى هذا الاعتراف يكون مخالف للقانون الدولي، لأن القانون الدولي القرارات مجلس الأمن تعتبر قواعد من قواعد القانون الدولي، والقرار 2216 أولا رفض الانقلاب وحدد من هو الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية، وبالتالي أي إجراءات ستتخذ لن يكون لها أي قيمة على المستوى الخارجي، لن يعترف به أحد، لأنه حتى في حال لم يكن هناك قرار دولي هذا عملية انقلابية، وما دام المجتمع الدولي قد اعترف بحكومة الرئيس هادي في هذه الحالة لن يعترف بهذا المجلس أحد. في هناك سوابق تاريخية خلال في أفغانستان سيطرت حركة طالبان على الحكم وظلت تحكم فعليا معظم أراضي أفغانستان، ولكن ظل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتعامل مع حكومة رباني الذي كان أيضا رئيس في المنفى، وبالتالي حتى لو أقر الإنقلابيون ما يريدوا أن يقروه لن يجدوا من يعترف بهم، وبالتالي ليس له أي قيمة. نعم. هل ممكن من ناحية الدستورية ولا خارجية من ناحية الدولية؟ نعم سعد ناصر، هل من خلال ما تحدث وتحدث الدكتور عيدروس ربما سيحققون أهداف محلية مثلا لقواعدهم في الداخل، أم حتى هذه ربما لن يحققوها؟ هذه من هذه الناحية ممكن أنه هي رسائل للداخل أكثر من هذا الخارج، وعلى العموم المجلس السياسي هذه أحد مظاهر الصراع بين علي عبد الله صالح والحوثيين، علينا أن نقرأها من هذا السياق، هو صراع بين الطرفين، علي عبد الله صالح يريد من خلال هذا المجلس أن يستعيد دوره في السلطة السياسية بعد أن استفرد الحوثيون خلال العام والنصف الماضي بالسلطة، وأصبحوا هم من يعين المسؤولين ومن يعزل،
وكان العزل من نصيب أنصار الرئيس السابق صالح، وبالتالي هو يريد أن يستعيد سلطته من خلال المجلس السياسي. الحوثيون لديهم مرامي أخرى، يريدوا أن يفعل الرئيس السابق دوره في الحرب وأن يتحمل جزء من الإخفاقات والاقتصادية والإدارية التي قاموا بها. ولكن كما نعرف الحوثيون كما اتضح أيضا في الأيام الماضية لا يمكن أن يتنازلوا وأن يتراجعوا عن السلطات التي بأيديهم حتى لشريكهم، لأنه نعرف أن شريكهم صالح وليس شريك حقيقي، هو عبارة عن حليف ضرورة ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، أعود للدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي. دكتور عيدروس، إذا كان كما تقولون وأيضا هو على الواقع لم يعترف بأحد وغير شرعي هذا المجلس وإن انعقد، لماذا إذن تحاولون أنتم في الكتلة البرلمانية المساندة للشرعية وأيضا الحكومة والرئاسة إلى عرقلة انعقاد هذا إلى هذه الجلسة في صنعاء؟ شكرا لك أخي، وتحياتي للأستاذ عبد الناصر المهدع. يعني أشير أولا قبل الإجابة على سؤالك، أشير إلى أنه بالنسبة لي شخصيا أنا منقطع عن البرلمان منذ 5 سنوات لأسباب النزوح، وكلكم تعلمون اليمن تفرق، أبناء اليمن تفرقت بهم السبل في كل أرض الله الواسعة. فلم أعد أشارك في النشاط الفعلي حتى الحزب الاشتراكي، لا أقصد أما الكتلة البرلمانية، فالكل كل كتل المعارضة هي معارضة مقاطعة من ما قبل الثورة الشبابية، وانضم إلينا أكثر من 60 عضوا من الذين التحقوا بالثورة الشبابية حينها قبل تأسيس حزب العدالة والبناء. نعم. وقبل تأسيس كتلة الأحرار. فسؤالك لماذا نحن نسعى إلى عرقلة؟ نعم. نحن نسعى إلى تفعيل الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب. أشير مرة أخرى لأن قضية الدعوة للمجلس وحدها هي مسألة دستورية وقانونية، وتنص عليها إحدى مواد لائحة مجلس النواب لم أتذكرها، أن من يدعو، لا يجوز لعضو واحد أن يدعو أعضاء مجلس النواب للاجتماع حتى وإن كان رئيس مجلس النواب. أقل عدد أعضاء لهم الحق بالدعوة هم 3-4 أعضاء، رئيس يعني أعضاء هيئة الرئاسة الذين هم 4 لم يعد منهم في صنعاء إلا واحد. نعم. إذن هذا الشكلية اللي أشرت لها في البداية. الدعوة لمجلس النواب حتى على افتراض أنه من حق البرلمان أن يجتمع، وأنا حقيقة قد كنت نصحت رئيس الجمهورية إلى أن يدعو مجلس النواب إلى الاجتماع في عدن، يدعو اجتماع مجلس النواب للاجتماع في عدن ويحضر رئيس الجمهورية ويفتتح جلسة مجلس النواب، لكن للأسف الشديد الكثير ممن يحطون برئيس الجمهورية يكرهونه بالعودة إلى عدن أو إلى المكلا أو إلى سيئون أو إلى مأرب، إذا كان الناس يخافون من عدن أنها عدن ستنفصل. نعم. عن صنعاء، يعود إلى مأرب ويعلنها عاصمة مؤقتة. نعم. نحن الجنوبيين قيمة لدينا مشكلة. نعم. لكن للأسف الشديد بعض الناصحين والمحيطين بالرئيس يخوفون حتى من أداء وظائفه، وهذه للأسف الشديد هي إشكالية بينه وبين المقاومين. نعم. الحقيقيين. دكتور عيدروس، أعود إلى سؤالك. نعم. نحن نريد تفعيل لائحة مجلس النواب. نعم. لائحة مجلس النواب تقتضي مجموعة من الشروط لبعض الفعاليات الاستثنائية، سمتها اللائحة الأغلبية الخاصة. نعم. بأشياء تتطلب أغلبية خاصة، والأغلبية الخاصة بعض أحيانا تصل إلى 3/4 وأحيانا. نعم. طيب دكتور، قيمة نعم دكتور يعني 151 عضوا. نعم. قيمة هذا الاجتماع الذي تدعو عن نعم دكتور عيدروس، قيمة هذه الخطوة لو اتخذتها الحكومة والرئاسة بجمع النواب المساندين للشرعية وربما هم الأغلبية وعقد جلسة، ما أثرها وقيمتها في هذه اللحظة؟ أنا أعتقد أنه كما قلت ما زلت على يقين أن اجتماع 151 عضو هي مسألة مستحيلة في صنعاء، حتى المؤيدين سيلغون صعوبة في العودة إلى السفر إلى صنعاء فقط في ظل الأوضاع الصعبة الآن، لكن لكن لو جرى هذا وحصل فعلا واجتمع
أكثر من 151 عضواً. فكما قال الزميل عبد الناصر يعني دكتور عيدروس، أي قرار يتخذ إذا نعم كان القرار يتخذ هو فقط يعني مصادقة نعم على تقرير لجنة ما قصدته نعم دكتور مصادقة على تقرير نعم معين. نعم دكتور عفوا بس للمقاطعة، ما ذكرته ما كنت أقصده في سؤالي أنه إذا اجتمع النواب المؤيدين للشرعية خارج صنعاء كما تحدثت في مأرب أو في عدن أو في أي منطقة أخرى، أعتقد أن يعني أتصور أنه وأنا ما زلت أصر على أن أي اجتماع لمجلة النواب يجب أن يكون لقضية استثنائية مثلا الدعوة إلى الانتخابات طبعا في هذه الأجواء لا تكون هناك دعوة للانتخابات، لكن تفويض رئيس الجمهورية بإجراءات معينة بدعوة من رئيس الجمهورية هذه ممكن إجراءها، يمكن لرئيس الجمهورية أن يبادر ويتخذ أوراق يربك الطرف الآخر مثل ما بيفعل علي عبد الله صالح، لكن السلطة الشرعية تنتظر ماذا يفعل الإنقلابيون لتتخذ رد فعل. ينبغي أن تكون هي المبادرة هي الفاعلة لتجبر الطرف الآخر على التصرف بشكل مرتبك، لكن يبدو أن السلطة الشرعية هي المرتبكة بكل أسف نعم يعني. ولذلك يمكن للسلطة الشرعية أن تدعو أنصارها، وأعتقد أنها تستطيع أن تجمع فوق 150 عضو في أي مكان، في فوق 151 عضو في أي مكان من الجمهورية، ولكن للانتقال إلى عمليات استثنائية وليس لتقرير مناقشة تقرير لجنة الخدمات أو نعم أو المجاري أو أي مشروع معين. نعم. موضوع استثنائي يتصل بحل أزمة اليمن الراهنة. نعم. أو اتخاذ مثلا موقف معين لمساندة الحكومة والشرعية في هذه الظروف. نعم دكتور، أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المحلل السياسي من عمان. أستاذ عبد الناصر، الانعكاسات التي ستطرأ على المشهد سواء سياسي أو العسكري إذا ما تم انعقاد هذه الجلسة في صنعاء من قبل الانقلابيين في مجلس النواب، يعني هو فقط زوبعة إعلامية في الأول والأخير، لأنه إن انعقد كما ذكر الأخ الدكتور عيدروس لمناقشة تقرير أو لإقرار جدول أعمال هذا أمر ليس له أي أهمية تذكر، لكن إذا اتخذ قرارات خاصة كما قلت استقالة الرئيس أو تفويض ما يسمى بالمجلس السياسي أو غيره من هذه القرارات، هذه قرارات ستكون باطلة وغير دستورية. نعم. ربما يتم تسويق هذا الأمر داخليا لأنصارهم ويوهموهم وسيظهرون قانونيون وغيرهم ليقولوا بأن ما اتخذ هو قرار دستوري وقانوني في وسائلهم الإعلامية، ولكن ليس لها أثر إلا في على مستوى أنصارهم. في أمر ثاني، هناك حديث من قبل رئيس الدائرة الدستورية بأنه سيسمح للأعضاء بأن يشاركوا عبر السكايب، وطبعا هذه تعتبر هرطقة أو بدعة، لأنه ليس هناك في اللائحة الداخلية ولا في الدستور ما يسمح بأن يشارك العضو عبر دون حضوره الفعلي إلى مجلس النواب، وبالتالي هذه الوسيلة لن يكون لها أي قيمة قانونية، لأنه قالوا أنهم سيستعيدوا. إذا كانت لا تجد نعم أستاذ عبد الناصر، إذا كانت القيمة أصلا لم تحدث حتى للذين ربما يجتمعون في صنعاء، كيف بالذي سيتواصل بطريقة أو وسيلة معينة؟ أستاذ عبد الناصر، ربما لو تابعت القيمة فقط تفضل. نعم، ربما لو أنت تابعت تصريحات الرئيس المخلوع في خطابه الأخير إبان إعلان المجلس السياسي الخاص بالانقلابيين بأنه ما بعد المجلس ليس كما قبل المجلس السياسي كما تحدث الرئيس المخلوع، وأيضا الآن هذا الخطوة الثانية الذي يريد أن يقدم عليها عن طريق شرعنة معينة من مجلس النواب، هذه الصورة التي ظهر فيها الرئيس المخلوع بلغة التهديد، على ماذا يعتمد من وجهة نظرك؟ هذه رسالة الأنصار بالدرجة الأولى وللحوثيين بالدرجة الثانية. الأنصار يريد أن يقول لهم ها أنا عدت، الذي يأس من أنه سيستعيد السلطة أو جزء من السلطة يريد أن يقول لهم أنا عدت وأصبحت جزء من السلطة، لأنه خلال الفترة الماضية كان هناك تذمر وشكوى كبيرة من قبل أنصار المؤتمر بأن الحوثيين يستبعدونهم من الوظائف العامة، وأن علي عبد الله صالح وجماعته غير قادرين على أن يمنعوهم من ذلك. كان علي عبد الله صالح كما علمنا بأنه كان يوعدهم بالصبر وبالهدوء بأن لا يتخذوا أي إجراءات، وكان هناك حالة تململ من قبل هؤلاء.
البعض منهم حول اتجاهه وأصبح موالي للحوثيين بشكل مباشر، البعض الآخر انزوى في بيته. علي عبد الله صالح يريد يقول لهؤلاء أنا عدت الآن اطمئنوا، هناك سنكون جزء من السلطة، لن تحدث عملية تجريف كما كان يحدث في السابق لكم، أيضا لمن تم استبعاده من المناصب إيهامه بأنه سيعيده إلى المناصب التي تم فصله منها. فبالدرجة الأولى هذه خطاب علي عبد الله صالح وخطاب داخلي للحزب نفسه، أولا يريد الحزب أن يتماسك من جديد حوله، والأمر الثاني للحوثيين بأننا أصبحت أيضا جزء من السلطة لا تتجاهلوني، وللخارج أيضا بأنه يريد يقول لهم أنا أيضا الآن هنا جزء من السلطة وليس الحوثيين هم من يحكم صنعاء. أشكرك الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان. عودة إلى الدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، المسؤولية القانونية التي ستترتب على بعض من سيشارك في جلسة مجلس النواب إن تمت في صنعاء ما هي؟ يعني أنا سأعلق على حديث الزميل عبد الناصر حول خيانة الأمانة. للأسف الشديد يعني أستطيع أن أجزم أن الكثير من البرلمانيين لا يعير اهتماما لموضوع الأمانة وموضوع القسم الذي أداه أمام الدستور، لكن مع ذلك عندي يقين من الأسماء التي قرأتها اليوم من قيل أنهم سيشاركون ومنهم كثيرين أحياء وكثيرين يعني يتحلون بالمسؤولية والضمير حتى وهم مع أنصار الرئيس علي عبد الله صالح. أنا أقول إن هناك مسؤولية أخلاقية وأدبية وقانونية ودستورية على الجميع. إما أن ندفع بالبلاد باتجاه المزيد من الحرائق، وإما أن نصون البلد وأهلها وما تبقى من دماء وأرواح اليمنيين وما تبقى من البنية التحتية للانطلاق باتجاه إعادة تطبيع الحياة حياة الناس بشكل عام. الذين سيؤيدون المجلس ما يسمى بالمجلس السياسي إنما يصبون زيتا إضافيا فوق النار التي هي مشتعلة في كل أرجاء اليمن. هل هي صب للزيت أم هي أيضا دكتور عيدروس الحل السياسي الذي أيضا هي تورط؟ دكتور عيدروس اسمح لي، أيضا هي البعض كما تحدث البيان التابع لكم في مجلس النواب اليوم بأنه ربما تورط في شرعنة الانقلاب ومؤيدين للانقلاب إن تمت هذه الجلسة وصوتوا لصالح المجلس السياسي. إذا تمت الجلسة وجرت تصويت بشيء فحتى يعني مجرد التصويت بغض النظر إن مشى المشروع أو، وأنا حقيقة مع القائلين بأنه لا قيمة لما سيقرر المجلس حتى وإن حضرت أغلبية، لأنه يتعارض مع الشرعية الدولية ومع التوافقات الوطنية ومع الدستور ومع المبادرة الخليجية ومع مخرجات الحوار الوطني. إذن هو عبارة عن تصدي في مواجهة الخط العام لاتجاه سير الأمور باتجاه يعني باتجاه تطبيع الأوضاع في اليمن. المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية على الذين سيشاركون في الاجتماع هي قائمة إن فشلوا أو نجحوا. ولذلك أنا أدعو كل زملائي أعضاء مجلس النواب دعوة أخ صادق ووفي ومخلص ومن قلب نقي أنه اعملوا من أجل الخروج بحل السياسي وليس من أجل مزيد من الزيوت المشتعلة على نيران هي أصلا مشتعلة، وابعدوا الأرواح ودماء اليمنيين من هذا الحرائق التي يسعى علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي لإشعالها فيما تبقى من البلاد. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عيدروس النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من المملكة المتحدة. الشكر أيضا للباحث السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.